حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد المركز العراقي الاقتصادي السياسي أن كل ما يشاع عن وجود سلم جديد للرواتب ليس سوى تصريحات إعلامية تتعلق بموازنة 2023 التي وصلت إلى مجلس النواب. هذا وقال المركز إن مجلس الوزراء يمكنه فقط اقتراح صيغة قانونية لسلم جديد للرواتب، ولا بد من تصويت نيابي عليها لتكون قانونا ملزما، ولا وجود لمثل هذا التوجه في موازنة العام الجاري، بل إنه يتم دراسته في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهة حكومية واللجنة المالية النيابية، ولا يوجد أي صيغة متوافق عليها، والموضوع لا يعدو سوى أنه في إطار الدراسة. انتقدت لجنة الاستثمار النيابية ضعف تخصيصات قطاع الاستثمار في الموازنة المالية العامة. وقال عضو اللجنة محمد الزيادي إن تخصيص 23% من الموازنة للجانب الاستثماري أمر لا يمكن أن يظهر أي تطور أو تقدم في هذا القطاع، حتى وإن تم تنفيذ 23% كاملة للاستثمار والخدمات. وأضاف الزيادي أن العراق يحتاج تخصيص من 60 إلى 70% من الموازنة للاستثمار حتى تظهر بوادر التطور الفعلي. قال المستشار المالي للسوداني مظهر محمد صالح إن هناك بوادر تخمة نفطية ربما تقود إلى انخفاض الأسعار في العام الحالي إلى 60 دولارا للبرميل الواحد، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يرفع العجز في الموازنة إلى معدلات قياسية. وبحسب المستشار المالي فإن مؤشرات أسواق النفط في العالم توضح أن دورة الأصول النفطية تتجه صوب الانخفاض، محدثة آثارا سعرية شبه انكماشية تحت تأثيرين: الأول أن هناك ركودا اقتصاديا عاليا في البلدان الصناعية، والثاني انهيارات مصرفية وتراجع واضح في معدلات النمو الاقتصادي، ما يؤثر على نمو الطلب على النفط الخام في أسواق الطاقة. قالت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان العراق إنها أحالت أوراق أكثر من 4000 موظف إلى القضاء بسبب استلامهم راتبين بطريقة غير قانونية. وتوزعت الرواتب على الموظفين ما بين راتبين تقاعديين أو راتب عادي وراتب تقاعدي أو راتبين غير قانونيين. وأوضحت الوزارة أنها بصدد مقاضاة جميع الموظفين غير الشرعيين بعد تأكيد البيانات والمعلومات الكاملة من قبل الرقابة المالية لكردستان العراق وتدقيقها. وفي خبرنا الأخير، كشف مصدر في اتحاد المقاولين العراقيين عن إقالة رئيس اتحاد مقاولي البصرة مراد الحلفي بعد جمع مقاولي المحافظة تواقيع لإقالته وإرسالها لديوان المحافظة ومقر الاتحاد العام في بغداد. وقال المصدر إن اتحاد المقاولين العراقيين جمد عمل الحلفي بناء على توصيات لجنة شكلتها رئاسة الاتحاد في بغداد، التي أوصت بإقالته وإعادة الانتخابات في البصرة بحسب المصدر. فقد قدم الاتحاد وثائق كاملة عن انفراد الحلفي بالقرار دون الرجوع لمجلس الإدارة واستخدامه الاتحاد لأغراض شخصية وإسناد مشاريع لجهات بعينها. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.